انا عايز اقول حاجه بس يا كابتن اسلام لو ينفع. موقف حصل مع مستر مانو جوزيه لما روحنا اليابان 2008، عشان بس الناس ما تفكرش ان النادي الاهلي بيروح ان هو راح يحتفل او راح ان هو حاجه احتفاليه، لا، النادي الاهلي بيبقى رايح عايز فعلا يعمل نتيجه ويعمل مركز في كاس عالم للانديه. الموقف اللي حصل يا كابتن اسلام ان احنا كنا مسافرين طبعا يا كابتن عادل 12 ساعه سفر طبعا. طبعا في الساعه البيولوجيه طبعا، تغيير الساعه البيولوجيه، فطبعا رحنا نزلنا من الطياره اتفاجئنا ان مستر مانويل قال لك واحنا في الباص، طبعا احنا كلنا نايمين في الباص، مش يعني كلنا نايمين يعني في تعبانين طبعا، مش قادرين فعلا. قال لكم تمرين؟ قال لك في تمرين لازم يعني احنا ما صدقناش، احنا قلنا احنا طبعا تعبانين جدا، فطبيعي ان انت هتروح تنام تاني. قال لك لا، عشان يعني تمشي نفس اليوم، يعدي اليوم، ان انت يعتبر ان انت اليوم ده صاحي هتبدا تشتغل على الساعه البيولوجيه بتاعت اليابان، وتبدا ان انت تشتغل من جديد في تاني يوم كانك عايش في اليابان بقالك فتره. طبعا الوقت الموضوع ده بياخد وقت، مش تنسجم في يوم وليله، فبتاخد يومين اقل حاجه ان انت تعيش في جو اليابان ومع الوقت ومع الطقس كمان هناك. فانا عايز اقول بس ان النادي الاهلي يعني الراجل مستر مانويل الموقف ده يعني خلاك ان اداك حق كابتن اسلام ان انت مش رايح تهرج او مش رايح تحتفل، لا انت رايح تلعب على مركز، رايح تحقق انجاز لمصر وللنادي الاهلي. بس كنت عايز احكي الموقف ده يعني من طبعا حاجه مهمه جدا.